يويو معكم عقل البريطاني، واليوم رجعنا لكم فيديو جديد، تحدي جديد، شيء غير. قبل ما ابدا الفيديو ابغاكم كلكم تنزلوا تحت وتسوي لايك واشتراك وتضيفوا سنابي هنا على اليسار، نوروني وتشرفوني في السناب. انتم ما تقصروا بالدعم. التحدينا اليوم حنجرب مطاعم اللي من طريق مكه لين الرياض. قد حيكون رود شيب غريب وفنان. قد الحين هدق على الرجل الصامت واقول له حنروح نجرب مطاعم مجنونه، هو مو عارف السالفه. هي يا هلا يا هلا مسهلا. اسمع، يا في مطاعم جديده مجنونه لازم تيجي تجربها معايا. وينك؟ بتنام؟ لا لا لا، تعال تعال، في 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 تحدي قوي مره، ما عليك. تمام، ارسل لي ارسل لي اللوكيشن الحين جايك. الله يعينه، والله الله يعينه. حلو حلو، دوب ارسل لي اللوكيشن. هل هل بالصوت؟ حيو 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 ايوه، في تصوير وفي شغل، في في مطاعم مره قويه تذوقها. خلينا نشيل الضحيه الثانيه، ابو التي. ايوه ايوه ابو التي، ارسل لي اللوكيشن، في مطاعم جديده لازم تجربها. وينك؟ والله تدري يا ولدي في وقت مره يعني. حلو حلو، ارسل لي اللوكيشن الحين جاي. يا هلا يا مرحبا يا مرحبا ابو التي. يا ابوي ايش هذا؟ هلا هلا، في تصوير واكل وكذا. اي اوه اجلد على طول. والله في اكل. يا اسمع، عامل لنا فين المطاعم دي؟ المطاعم ايوه في طريق الرياض. طريق الرياض. اهلا والله والله جد، ورب الكعبة. اهلا بالله. طريق الرياض طريق الرياض طريق الرياض طريق الرياض. مشينا مشينا على طريق. الحين الساعة 3 الفجر رايحين على طريق الرياض. ايش تتوقع نلاقي في طريق الرياض؟ يعني ايش في مطاعم؟ ايش في اكل؟ احتمال يكون في بوفيات، يعني ايش نقل كافيتيريا وكذا. ايوه كذا نقل. انت ايش تتوقع؟ حمام. يا عيال يقول كذا حمام. حد قبل ما يمسك الخط نقول دعاء السفر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله توكلنا على الله. عدوبنا ماسكين الخط والخط ظلام، والله ما تشوف ولا شيء. شوفوا كيف الطريق متابعين. يا الله، ها يا عيال، ها الله خويه، المكان ما يطمن يا بريطاني. امشي يا شيخ، يجينا ابو فانوس الحين، معروف ابو فانوس، ما احتاج يجينا ابو فانوس يا ودي. كلبش كلبوش الحين. لا لا تقول، الله لا يقولها. امشي يا شيخ امشي. عيال ايش المحطة ذي يا عيال؟ ايه بريطاني، متأكد بتأكلنا هنا؟ انا مالي دخل، على حسب على حسب شروط التحدي. يا بريطاني اقسم بالله المكان ما يساعد يا شيخ، شوف كيف يخوف يا بريطاني. لا ما عليك امورك طيبة اخو، عادي عادي عادي، طبيعي طبيعي. لا مرة مو طبيعي يا بريطاني، ما اتفقنا انه تحدي. انت شايف الكافيتيريا ذي؟ ايوه. شوف انها مقفلة بس اظن بعد الصلاة تفك. يا ودي ان شاء الله ما تفتح. يا دي ان شاء الله بضاعة تخلص. ان شاء الله اليوم تخلص. 2000 years later. للاسف الين دحين مقفل. عادي عادي ما في مشكله، حتلاقي حتلاقي محطات ثانيه. المحطه اللي بعدها بسم الله توكلنا على الله، المحطه اللي بعدها. على الشمس بدات تشرق والمنظر خيالي. واه سلام. دوبنا واصلين المحطه. اوب 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 اوب. يا بريطاني والله برد. ايش البرد ده؟ وربي اكلنا مقلب، انا كمان لابس شوز وربي اكلت مقلب. المطعم الاول البيت الساندويتش. مشينا مشينا. جاهزين يا عيال؟ السلام عليكم، كيف الحال يا غالي؟ ايش احسن وجبه عندكم؟ اخذنا ثلاث اصناف وكانت 32 ريال، تعتبر انها رخيصه لما تقارنها بالمطاعم الثانيه. يا سلام يا حبيبي، استلمنا الطلب بعد الباكجين. انا مره ما عجبني يا جماعه انه جاء كذا في كيس وكياس كذا، يعني ما جاء كذا بشكل. يا حبيبي تدلع انت، تبغى تدلع معك دلع. كل اقسم بالله انا واثق انه الاكل طيقه. انت طلبت التشيكن ناجتس، هذا هو التشيكن ناجتس. جرب يا معلم، جرب وقول لي كيف. حار حار والله حار، دوب طالع من الغلايه، هو اصلا ما يسوي اكل اللي انت طلب. يا رجل الصامت، انت طلب دجاج ولا والله شكله لذيذ. تفضل، وانا جاني لحم، وهذا اللحم وهذا الدجاج. بسم الله ندوق. والله يا جماعه، والله بكل صراحه بديكم الزبد، كني يعني طابخ البرجر في البيت، تعرفوا ذاك اللي من البقاله، لكنه ترى والله مو سيء، وانا اديله من 10 5 من 10. وانا اعطي النقش هذا 4.5 من 10. انت 6. اوكي، اذا ما دام كذا ودينا المحطه اللي بعدها يا معلم. يلا عاد وصلنا المحطه الثانيه، هذه هي، وشفنا شيء غريب اسمه مدخل الغرف المفروشه، نص المحطه. يا عيال ايش تتوقع ذي؟ يا شوف شوف الورشه كيف مهجوره. يا الله، ها آه عيال نخش. وضع ما يطمن يا بريطاني. انا حخش، اللي معايا معايا يا خوي. بسم الله نخش. يا الله عند العيال فل. انا عاد زي ما انتم عارفين انا البريطاني، مستحيل. بريطاني ايش كل القهاوي؟ اتوقع في احد جوا. اكيد
ايش رايك نخش نشوف؟ نخش نشوف ولا لا؟ يا سلام، غرف مفروشة يا عيال، من جد غرف مفروشة. اجلود هذي موفرينها الناس انك تيجي تنام بلاش. يا حبيبي بيقوم لك احلى نوم. يا سلام يا حبيبي، سووا اللي تسووه. بب مريحة كمان. يا سلام يا بريطاني. قوم يا شيخ، قوم. ايش تبغى؟ قوم يا ولد، خلينا ننام يا خوي، ناخذ لنا غفوه. والله تعب يا خوي، الخط 6 ساعات. زومبي دحين، زومبي طلع. سوي اللي تسويه يا خوي، الله معاك. سلام عليكم، تصبحوا على خير. امان الله، مع السلامه. اوه يلا قفل قفل الباب. دحين انتم من جد صدقتوا ان احنا نومنا في الفندق ذاك كله بسبب ابو التي؟ يا ولد انت مجنون، ليش؟ ايش فيه؟ يا ولد رب الكعبه الشقه النظيفه يا اخوي، والله يا ولد عليها مخدات يا ولد، على كيف كيفك يا ولد، كيف ترقد يا ولد، ما تصحى الا بعد 16 ساعه. لو ان غرفه انظف من مستقبلي ومستقبلك يا بريطاني. ايه؟ والله ما انام فيها، مهجوره يا اخوان، مهجوره، ما في ولا صوت، لمبات خافي، اصوات تخوف، والمحطه مهجوره. يا الله والله صح كلامك، صح والله يا اخوي. اذا كذا يا اخوي خلينا نروح المطعم اللي بعده وخلينا نشوف لنا محطه. بس دقيقه بالله، توديني زي المطعم اللي قبل شويه يا ولد، الدنيا مو بطني يخبط. لا يا شيخ، خلط موي وزيت. لا كده ودينا مطعم كذا راقي. تمام طب ها يا والله، تبي الصراحه يا المسخت امه لي، انا 6 ساعات دحين وانا قاعد اسوق، لازم واحد يبدل معي. سلام عليكم، انا بنام. ها كمل سواقه حبيبي. عندك والله. يا سلام يا سلام، وصلنا الدستنيشن حقنا وذولا لسه نايمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صحن والله ده نومه ثقيل يا بتي. وصلنا الرياض. يا خابت عني. ايوه صح النوم يا خبيب. حبيبي قفل الباب وخليهم هم يتعاملوا بالموضوع، انا مالي دخل. هذا المطعم اللي حاكل فيه عرفي ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ صلى على النبي يا اخوي، صلى على النبي. انا مالي دخل هو. ايوه تعامل معه حبيب قلبي. ايوه سلام عليك. كم عليك يا مدير؟ كويس 100 100. طيب 100 100، ايش احسن طلب عندكم؟ ثلاثه جره فينو. الله عليك، اديني هذه الثلاثه. طيب يلا حبيبي حبيبي، ثانك يو فور ريسبكت. يا سلام يا حبيبي، استلمنا الطاقه. ما عليك، امورنا طيبه امورنا طيبه. انت امسك الاوريجينال، وهذا الباربيكيو، وهذا الحار. انا اخترت الحار. عاد اول شيء تسويه تطلع من الغطاء، ثاني شيء تفكه بهذه الطريقه. يا سلام يا ربي، وبس كذا حبيبي. بعد ما تفكه بهذا المنظر تطلع الصوصات ويملي يا مدير. يا سلام، شو الجبنه كيف يا اخوان؟ يا قلبي شوف التوم يا واد. بعد ما تسوي هذه الخطوه ترجع تقفل زي ما كان. بعد ما تقفل بهذه الطريقه تبلع اول لقمه يا مدير. رب الكعبة يا جماعة، اسطوري. ضبطنا يا بريطانيا. اسطوري. ضبط، فرحانين انتو؟ هذا انت تعدي سرعة يا معلم. يا ابوي خلينا نستمتع بالوجه. استمتع عادي، تعدي سرعة، ما في يعني شيء. يلا 1 2 3. دن. حاجة زي ما شفته انا الاول، ابو التي الثاني ورا الرجل. ما في ما في، انا الاول. قال لك انت انت الاول. مين انا الاول يا عمي؟ سري يا عمي، انا قلت دن قبلك. ها انت اللي يحكم، ارجع للفار. انا متابع. اوكي دن. مين انا؟ انا صح الله عليك، انا اللي فزت. الحين بوديكم مكان تدولي. انا واثق انه بيدينا مكان ثقه. حبيبي قلبي. يلا مشان ما يمزح. عاد باقي لنا ساعتين ونوصل الرياض، عاد في محطاتها الاخيره حنلقط واحده منهم على الرياض. وديني. عاد وصلنا لاخر محطه طريق خط الرياض قدام المزاحميه، ومدام اكلنا وشبعنا نبغى ناخذ شاي كذا. اخ يا ناس، ابغى واحد شاي بالكرك، واحد عدني، وواحد مغربي. يا سلام، تلمنا الطلب. يا قلبي عاد جاي دحين، والله وقته. بسم الله ندوق الشاي بالمرة طيب. يا الله ايش الكرك اللي انا قاعد اشربه. بقول لكم من اهم الاشياء اللي تسووها وانتم ماسكين خط طريق سفر، تطلبوا لكم شاي وتشغل عود. والله ما
الله شايفين كيف تروقوا؟ والله لازم لازم نجرب. باقي لنا حوالي 20 دقيقة ونوصل الرياض. دحين احنا دوبنا خشين على جبال طويق، شوفوا ما شاء الله يا الله، والله المنظر ما شاء الله تبارك الله، شيء مجنون شيء مجنون، خيالي خيالي. شوفوا السينماتيك شوت اللي حسوي لكم اياها دحين، خش عليه. وبس متابعين شكرا اذا وصلتوا نهايه الحلقه، لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وشير. ما دام احنا في الرياض، اذا تبوا فلوق في موسم الرياض حيكون جنان، وانت وندرلاند والله حيكون قوي جنان مره قوي. اباكم تكتبوا تحت في الكومنتات وابا اشوف حماس بشكل مجنون، واذا شفت حماس ابشر من عين يجيكم الفيديو. وبس كان معكم البريطاني ابو تي الرجل الصامت، ولا تنسوا تضيف سناب هنا في الرجل الصامت ورا الكواليس في خط الرياض كلها في السناب. وبس باي باي.